تتواصل فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين وسط إقبال جماهيري كبير وسجل معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورا جماهيريا كبيرا أمس بأكثر من 535 ألف زائر ليصل إجمالي عدد الزائرين حتى الآن لنحو مليوني زائر خلال ستة أيام من فتح أبوابه للجمهور الكتاب نبراس الحضارة وذاكرتها على مر الأجيال وفي سابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب الخامس والخمسين يأتي رواد القراءة من الكبار والصغار بشوق واهتمام وحضور بلغ مئات الألاف في تظاهرة ثقافية معرفية سنة الخامسة أجل المعرض أه نجي لعدة مجالات في منها مجالات الروايات في منها مجالات الدين في منها مجالات متعددة كتب قانونية هو روح المكان كويسة والمكان تنظيم أصلا فوق الروعة وكل حاجة هنا كويسة يعني فده بيدفعنا ناجك أجي كل سنة أنا بحب أقرأ دايما عن الحاجات اللي هي فيها الخيال وكده وبصراحة هو المعرض بصراحة خطوة كويسة جدا الناس اللي هي بتحب تقرأ وكده وهو بصراحة حلو جدا سواء لكل السن الصغيرين والكبار وكل السن أنا شايفة هنا بصراحة في اعمار كتير قوي. المعرض حاجه كويسه جميله بيعرض كل الكتب من جميع الثقافات وكل حته وكل اشكال الكتب يعني مثلا في كل من المجالات، مجالات طبيه، مجالات هندسيه، كل مجالات الحياه. اولا معرض الكتاب فرصه مهمه قوي للمثقفين والمبدعين ان هم يشاركوا بمؤلفاتهم ومنتجاتهم وفرصه للمستهلك اللي هو القارئ اللي احنا بنستهدفه اه ان هو يبتدي ينمي معارفه ويبتدي يقتني اه من الكتب وما بين اه الاشياء الجديده او الثقافات الجديده. معرض الكتاب هو احتفاء بالثقافه والمعرفه من خلال الانشطه الثقافيه والندوات النقاشيه مثل مناقشات مشروع استعاده طه حسين وتنميه قناه السويس وروايه انا المكذوب والثقافه طوق النجاه. الحقيقه هي بتاتي هذا الزخم الثقافي اللي موجود في معرض الكتاب واللي كلنا بنستناه على حر من الجمر اذا كاز التعبير. النهارده الحقيقه هيئه الكتاب مشكوره يعني وضعت هذه المجموعه القصصيه وهي احدث مجموعه قصصيه ليا بعنوان انا مكذوب وضعتها ضمن البرنامج الثقافي للهيئه. لهم كل الشكر والتقدير بشعار نصنع المعرفة نصون الكلمة يعد معرض الكتاب احتفالا سنويا وموسميا للبيت والمدرسة والمجتمع يستمر حتى السادس من فبراير المقبل في محفل ثقافي تحتفي به كل أطياف المجتمع